هناك من يتساءل عن كيفية الحصول على معايير الجيل القادم. طبعا يوجد موقع رسمي للمعايير على الإنترنت، أرفقنا رابطه أو رابط لهذا الموقع لتصفحه. يوجد فيه نقاشات أفكار حول هذه المعايير، كيف نشأت وكيف تطورت المستجدات اليومية للمعايير. يمكن أيضا تحميل نسخة من هذه المعايير. أيضا يمكن التصفح لهذه المعايير بحسب الأبعاد الثلاثة التي ذكرناها للمعايير. أيضا يوجد تطبيقات على الهاتف الجوال في الجوجل بلاي، وأيضا على الآيتونز لجوالات الآيفون والآيباد.